بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ينعقد مجلسنا الأسبوعي 55 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 22 من شهر جمادى الآخرة سنة 45 و400 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المجلس الذي نستكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما نرجو أن نصيب به من بركات الصلاة والسلام عليه ما تضاعف به صلوات ربنا علينا 10 أضعاف صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، صلاة الله ما هبت رياح وما أمست وما أمسيت أو طلع الصباح على الهادي رسول الله تبقى كخافقة يطير بها جناح، ترفرف عاليا في كل وقت وتصعد للسماء ولها وشاح، ويكتب أجرنا وتعود 10 من الله الكريم بها رباح. فصل على النبي وآل بيت وصحب في محبتهم فلاح. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في فصل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد الفاتحة، وقد قسم المصنف رحمه الله ذلك على أنواع الصلوات، مبتدئاً بصلاة الفجر ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الجمعة أيضاً والعيدين وما يتلوهما، وهذا تتمة لحديث وقف عنده الكلام ليلة الجمعة الماضية. الهدي النبوي في صلاة الفريضة والنافلة محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا كان يقرأ من السور بعد الفاتحة، كل ذلك حفظه الصحب الكرام رضي الله عنهم، ما صلوا خلفه صلاة ولا 5 ولا 10 ولا 100 أو 1000، صلوا خلفه سنوات معدودات طيلة هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقبل الهجرة السنوات التي فرضت فيها الصلاة بمكة قبل الهجرة، وصحبوه سفرا وحضرا وفي رحلة حجه وعمرته، وصحبوه في حله وإقامته، فسمعوا من ذلك قدرا كبيرا مما كان يقرأ به في الصلوات عليه الصلاة والسلام. حفظ الصحابة ذلك ورووه، فجاء الآئمة ونقلوه ودونوه، وها نحن اليوم نتدارس هذا الإرث النبوي لكل من يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم أبواب العبادات وهي الصلاة. دونك هذا الباب أريد أن أصلي كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أقرأ في صلاتي كما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كنت إماما أو منفردا، وإن كنت مأموما تعلمت من الهدي النبوي ما يعينني على أن أكون أقرب إلى تطبيق السنة والحرص عليها، وإذا وجدتها فرحت بها. هذا المجلس يا كرام وغيره من المجالس تفرح به نفوس أهل الإسلام وهي تتعلم سنن نبيها عليه الصلاة والسلام، فمن تعلم سنة فرح بها، فإن وفقه الله وهداه عمل بها، وإن زاده سبحانه من الفضل والتوفيق دعا إليها ونشرها وعلمها وبثها في العالمين، فكان إمام خير وهدى، كان دليلا على السنة ونعمة ما يوصف به المسلم أن يكون كذلك، على درب السنة مقتديا مهتديا ثم دليلا ومرشدا. هذا والله من بركات الحياة، أن تكون عبد الله علما على السنة ودليلا عليها.
يعرف الناس السنة منك تعليما وتطبيقا. هذا الباب في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة في الصلاة حفظت فيه روايات أوجز المصنف رحمه الله ما تيسر منها كما تقدم معنا في ليلة الجمعة الماضية. وهذا المجلس صلة كما أسلفت بما سبق ليواصل الحديث رحمه الله تعالى في باقي المأثور في السنة من القراءة وكيف الدليل إلى تطبيقها والحرص عليها أسوة بنبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وأما قراءة الأعياد فتارة كان يقرأ بسورتي قاف واقتربت كاملتين، وتارة بسورتي سبح والغاشية. لما تم الحديث عن الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة أخذ ما ينقل ما ثبت وروي في قراءة الأعياد، يعني عيدي الفطر والأضحى، كانت صلاة يؤم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام رضي الله عنهم. فبماذا كان يقرأ؟ قال: كان يقرأ بسورتي قاف واقتربت، يعني سورة القمر، كاملتين، يعني كل سورة في ركعة. في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قاف، في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: وتارة بسورتي سبح والغاشية، اللتين تقدمتا في سنته عليه الصلاة والسلام بالقراءة بها في صلاة الجمعة أيضا. إذن هذه مجامع المسلمين العظام في الصلوات الجمعة والعيدان. ولو تأملت لوجدت السور التي كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام لها من المضامين والمعاني ما كان مقصودا أن يسمعه لأهل الإسلام آنذاك. أما مسجده عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه عامة أصحابه القريبين الملازمين الذين ما يبرحون الصلاة معه في مسجده جماعة، لكن الأعياد والجمع يجتمع فيها العدد الأكبر، فربما جاء أهل قباء وأهل العوالي والأحياء المتناثرة حول المدينة ليشهدوا معه صلاة العيد أو صلاة الجمعة. فالجمع في الجمع والأعياد أكبر من باقي الصلوات. فإذا تأملت هذا وجدت أن مقصدا شرعيا كان عليه الصلاة والسلام يقصده بقراءة تلك السور. ما سورة قاف؟ الوعد والوعيد وخلق الإنسان والبعث ويوم القيامة والتذكير بما يحتاج إليه العبد ليستيقظ من غفلته. قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويأتي في آخر السورة: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وسورة القمر هي الأخرى، تذكير بقرب الساعة وأن الحدث بانشقاق القمر ما هو إلا دلالة على مزيد اقتراب البشرية منها. ثم تأتي ذكر أحوال الأمم والأخبار في الأمم السابقة وما حل بهم من عذاب الله إلى أن يأتي في ختام السورة: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ تذكير للنفوس وللبشرية أن تعود إلى الله. فهاتان السورتان فيهما من المعاني التي يتذكر بها الإنسان على الأقل في كل جمعة مرة أو في المجامع الكبيرة كالعيدين. وأما سورة الأعلى والغاشية فتقدم ما فيهما ليلة الجمعة الماضية في آيات قصار من السور المكية التي تشتمل على أصول العقائد والتذكير بعظمة الخالق سبحانه وتعالى والاعتراف بضعف المخلوق وعجزه في مكاشفة صريحة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكذلك سورة الغاشية وما فيها من مصير الخلائق إلى وجوه ناعمة لسعيها راضية أو وجوه خاشعة عاملة ناصبة.
والتذكير أيضا بما يحتاج إليه العبد ليوقظ قلبه فتعود إليه الحياة. هي باختصار يا كرام إعمال القرآن في هداية القلوب. وقلنا في المجلس الماضي إن هذا الركن في الصلاة القيام، وقراءة القرآن فيه هو صلب الصلاة وهو رأس مالها. ولأجل ذلك فإذا أغفلنا هذا الباب العظيم في الصلاة وصار أسرع ركن عندنا في الصلاة هو ركن القيام والقراءة، فأتينا عليه بعجلة وإسراع، لا ندري ما قرأنا ونتخفف جدا من القراءة ولا نكاد نأتي إلا على الفاتحة وربما اكتفى بعضنا بها وركع. نعم الصلاة صحيحة ومجزئة شرعا وليست باطلة إذا استكملت سائر الأركان والشروط والواجبات، لكن الكلام على الصلاة التي يحبها الله ويريدها، الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عقلنا هذا المعنى عدنا إلى هذا الركن الأعظم في الصلاة وهو القيام وقراءة القرآن فيه، فأعطيناه حقه. هو أطول الأركان في الصلاة وهو أعظمها، لأن فيه كلام الله عز وجل وقراءة القرآن، فيعود المصلي بقدر كبير من العناية بقراءته في الصلاة وهو يقلب هذه الصفحات من سنة رسول الله وهديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله، لم ينسخه شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور، ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه ويطلع عليه النقارون. يريد رحمه الله الإمام ابن القيم يريد رحمه الله أن يذكر هذا الأصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وسيأتينا الإشارة إلى أن التخفيف في قراءة الإمام في الصلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، وفي رواية فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وهو القائل عليه الصلاة والسلام يحث الأئمة على مراعاة أحوال المأمومين، وفي أكثر من حديث ذكره مرة لمعاذ ومرة لأبي بن كعب رضي الله عن الجميع، يحثهم على التخفيف. وأنس رضي الله عنه يقول: ما صليت خلف إمام أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه المسألة: أين التخفيف في الصلاة والقراءة بهذه المقادير؟ وقد مر بك أنه صلى الله عليه وسلم الآن يقرأ سورة قاف في ركعة وسورة القمر في ركعة، ويقرأ بالجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة كل سورة في ركعة، ومر بك أنه قرأ سورة الصافات في المغرب، ومرة قرأ بالطور، ومرة بالأعراف وبالمرسلات، وقرأ أيضا بأواسط المفصل كما تقدم في سورة الأعلى والليل إذا يغشى والبروج والطارق. وأما الفجر فكان يقرأ بأطول من ذلك، من 60 إلى 100 آية، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في هذه المقادير كما ترى وفيها قدر من الطول. هل هذا هو التخفيف الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، أو كان يأمر الأئمة بشيء غير الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، أم اختلف أمره، كان التطويل أولا ثم آل أمره في آخر حياته إلى التخفيف في القراءة صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة حاضرة. ومن أهل العلم من قال إنه كان يطيل صلاته أول الأمر ثم آل بعد ذلك إلى التخفيف، لحديث كما سيشير إليه المصنف بعد قليل في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا.
قالوا فهذا يعني التخفيف الذي ينبغي أن يكون عليه شأن الصلاة ومراعاة الأئمة للمأمومين في الصلاة. والمصنف رحمه الله يرد على هذا القول ليثبت أن السنة الواردة باختلاف المقادير في القراءة في الصلاة ثابتة، ما غيرها شيء ولا نسخ منها شيء، وأنه صلى الله عليه وسلم ظل يقرأ بتلك القراءة في الروايات الثابتة إلى أن مات. وأمارة هذا أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وهم من أعرف الناس بسنته، وهم من قام في الأمة مقامه بالخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام، كانوا يطيلون الصلاة والقراءة فيها. ولو كانت سنته في التطويل منسوخة لكان الصحابة هؤلاء أول من يعمل بها. ولو افترضنا أنه غاب عنهم العلم بها فإنهم يصلون أئمة بالأمة، لو وجد من ينبههم على أنهم خالفوا السنة، لكن ذلك لم يكن. قال وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله. أي هدي؟ القراءة الوافية في الصلوات الجهرية لا القصر الشديد، ردا على دعوى أن آخر أمريه كان التخفيف وتقصير القراءة والاقتصار على قصار المفصل أو مواضع محدودة من أواخر السور ما تتجاوز الآيتين والخمس آيات. قال رحمه الله ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده، فقرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس. والحديث أخرجه الأئمة الشافعي والبيهقي وأصحاب المصنفات عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسنادين صحيحين عن أنس رضي الله عنه. أطال أبو بكر القراءة في الفجر حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، والقائل هو عمر. قال يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، يعني من طوله في القراءة في الفجر. فانظر ماذا كان الجواب، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. غاية ما في الأمر أننا في عبادة وأننا نتقرب إلى الله، ولو طلعت علينا الشمس لأدركتنا ونحن بين يدي ربنا قائمين نصلي فريضة. فلم ينكر عليه رضي الله عنه، وعمر إنما خشي خروج الوقت لا أكثر. عمر نفسه رضي الله عنه الذي قال لأبي بكر كادت الشمس تطلع كان يقرأ في الفجر بسورة يوسف وبسورة النحل، والسورة منه ما تتجاوز حزبا، نصف جزء إلى جزء إلا ربع كما في سورة النحل، ويقرأ بسورة هود وبني إسرائيل. بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وهذه سور طوال. قال ونحوها من السور، ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه ويطلع عليه النقارون. وتقدم أنه يقصد بالنقارين أولئك المتتبعين لبعض الروايات تشغيبا، لا قصدا في الاستدلال وبحثا عن السنة وتحاكما إلى الدليل، بقدر ما هو بحث عن دليل يوافق ما في النفوس والأهواء وتنزيل ذلك منزلة الدليل والاحتكام إليه. وقد قال أهل العلم في التعامل مع الأدلة وتعظيم النصوص أن الهدي وأن المنهج الصحيح أن يستدل المرء ليبني عليه الحكم، لا أن يتخذ الحكم ثم يبحث عن الدليل الذي يوافقه على ما يريد الوصول إليه من أحكام ونحوها. فأراد رحمه الله تعالى أن يؤكد على استمرار الهدي النبوي في القراءة الوافية في الصلوات الجهرية وعدم إلغاء ذلك أو نسخه بتقصير كما هو قول لبعض أهل العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا، فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل القراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. نعم، الحديث في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، والسورة كما تقدم من طوال المفصل،
والمفصل هو الحزب المبتدئ من سورة قاف على القول الراجح إلى آخر القرآن، وهو أقسام ثلاثة: طوال وأواسط وقصار. فالطوال من سورة قاف إلى النبأ، وأواسط المفصل من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. فسورة قاف من طوال المفصل. قال: وكانت صلاته بعد تخفيفا. فمنهم من قال يعني كان هذا أول الأمر في السنة، وكان بعد ذلك ينتقل إلى التخفيف في الصلاة، كأن التطويل سنة منسوخة. قال المصنفون رحمه الله: لا، ليس المعنى كذلك. وكانت صلاته بعد يعني في الصلاة التي بعد صلاة الفجر، فهو حذف المضاف إليه. وكانت صلاته بعد يعني ليس بعد ذلك زمنا، لا، بعد صلاة الفجر تخفيفا، يعني أن التخفيف في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليس كالتطويل في الفجر. فكأنه يقول إنما التطويل في قراءته كانت في صلاة الفجر أكثر من غيرها من الصلوات. نعم. فالمراد بقوله بعد، أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها، وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل: وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات، فقالت: يا بني، لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الأمر. طيب، هذه سورة المرسلات، وهي أيضا من السور التي تعد في طوال المفصل. وتقول رضي الله عنها أم الفضل، تقول: إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، التي يقول المخففون إن المغرب إنما يقرأ فيها بقصار المفصل فقط. وأم الفضل تقول رضي الله عنها: هذه من آخر شيء سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ به في صلاة المغرب. إذن ليست سنة منسوخة، باقية إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس عن أمه أم الفضل في الصحيحين، لما سمعت ابنها يقرأ سورة المرسلات فقالت: أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق، ويترك إضمار ما يقتضيه السياق، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، لا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا. هذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين، فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. طيب، هذا هو الجواب عن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. والمسألة يا كرام ليست خصاما في قضية، بل هي بحث وتحرير عن موطن السنة والهدي النبوي. يعني دعونا نقول: هل السنة التطويل في القراءة؟ فإما أن تقول نعم، ونكون اليوم فينا تقصير في تطبيق هذه السنة خاصة، وضعف في الهمم، وارتخاء في العزائم، فنستعين بالله ونسأله التوفيق والسداد، لكننا نقرها سنة بحسب ما ثبت في الرواية، أو نقول كانت سنة في أول الأمر ثم نسخت، أعني سنة التطويل في القراءة ثم نسخت بالتقصير والتخفيف. ودليل ذلك حديث جابر بن سمرة: وكانت صلاته بعد تخفيفا. قال المصنف رحمه الله: لا يصلح أن يكون هذا فقط دليلا كافيا لإثبات نسخ التطويل في القراءة، لأن المضاف في البعدية هنا محذوف، وكانت صلاته بعد إيش؟ بعد ذلك الزمان أو بعد تلك الصلاة. قال: لا تترك ما يدل عليه السياق وتقدر ما لا يدل عليه. ما الذي يدل عليه السياق؟ يتكلم عن الصلوات، كانت قراءته في الفجر وكانت بعد يعني بعد الفجر،
هذا أفضل من أن تقدر كانت صلاته في الفجر بقاف وكانت صلاته بعد ذلك اليوم. فتقدير الصلوات بمناسبة ذكر صلاة الفجر في صدر الجملة أولى. قال رحمه الله: ولو كان المراد صلاته بعد ذلك اليوم على تقدير سائر الزمان وليس الصلوات، فكيف يخفى على خلفائه الراشدين؟ يخفى عليهم أن ذلك منسوخ؟ ثم يأتي أبو بكر رضي الله عنه في خلافته سنتين ونصف، ويعقبه عمر في خلافته رضي الله عنه نحو من 10 سنوات، ويطبقون في قراءة الفجر طيلة هذه السنوات 12 شيئا يجهلون أنه سنة منسوخة، هب أنهم ما اطلعوا عليها وفاتهم أنها منسوخة. طيب، والذين كانوا يصلون خلفهم من الصحابة والمسجد عامر بهم حافل بمن كان يصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا بعيد جدا، لأنه يلزم منه أنها سنة نزعمها نحن، يعني التخفيف والتقصير، ويجهلها كل الصحابة رضي الله عنهم. هذا وجه استبعاد القول بأن السنة النبوية في الصلوات كانت هي التقصير مطلقا والتخفيف. ما الحامل على هذا؟ أمره كما قلت في صدر المجلس، أمره عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، من أم منكم فليخفف فليوجز. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: فأيكم أم الناس فليخفف، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذه نصوص صحيحة صريحة. طيب، كيف أفهم أنه يأمر بالتخفيف وصلاته طويلة؟ يأمر الأئمة بمراعاة المأمومين ثم هو يطيل القراءة؟ لا بد أن نفهم. أنس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهم كثيرون يروون مقادير في الصلوات. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فإذا ما كان يفعل إلا الشيء الذي يأمرهم به. فإما أن تفهم من هذا الحديث أنه يأمر بشيء ويفعل خلافه عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحيل. ابن عمر يقول: يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. ماذا يقصد ابن عمر؟ أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا غير الذي يأمرنا به؟ لا، هو يريد أن يعلمك الاحتمال الثاني في المعنى، أن التخفيف الذي كان يأمرهم به ما هو؟ هو قراءة مثل والصافات، هذا هو ضابط التخفيف. هذه المسألة هي محل كلام الفقهاء: ما ضابط التخفيف في الصلاة الذي أمر به عليه الصلاة والسلام الأئمة؟ هذا أمر مهم ليس لأئمة المساجد فقط، نعم هو يعنيهم بالمقام الأول لحرصهم على السنة واتباعهم لها، لكنه يعنينا جميعا معشر المأمومين. لما؟ لأننا عون لأئمتنا في المساجد في الصلاة. ولو كان في المساجد صفوف المأمومين، لو كانت صفوف المأمومين في المساجد تمتلئ حرصا على السنة ويطالبون أئمتهم بها، لكان ذلك غاية المنى. لكن الواقع دوما أنه لا يزال في المصلين الراغب في التخفيف والمستعجل في صلاته والراغب في الانصراف وصاحب الحاجة والمريض والسقيم كما قال عليه الصلاة والسلام، فلن يتفق الناس. فنعود إلى ضابط نحتكم إليه. ما ضابط التخفيف؟ إذا أردنا أن نخفف في الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتقل المصنف الآن رحمه الله إلى بيان ما معنى التخفيف الذي أمر به صلوات الله وسلامه عليه الأئمة في الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من تلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها،
وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم. هذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو مسلك لطائفة من أهل العلم في الجمع بين هذه الأدلة، كيف يأمر بالتخفيف ويقرأ المرسلات ويقرأ الصافات ويقرأ قاف واقتربت، أي تخفيف؟ قال: لنتفق على شيء، عندما أقول هذه الأوصاف تخفيف وتطويل، أو تقول طويل وقصير، هذه أوصاف نسبية، ومعنى نسبية أنها تختلف بحسب ما تنسب إليه وتضاف إليه. أنت تقول هذا البناء قصير، وربما كان طوله 5 أمتار، فأنت ماذا تقصد بقولك قصير؟ بالنسبة إلى ما هو أطول منه. ثم تأتي إلى بناية فيها 5 طوابق وتقول هذه بناية قصيرة، وأنت لا تمد رأسك إلى سقفها إلا برفع رأسك إلى أعلى، قصيرة بالنسبة إلى ما هو أعلى منها، فكل قصير هو بالنسبة إلى ما أطول منه قصير، وبالنسبة إلى ما هو أقصر منه يكون طويلا. هذا معنى النسبية. فأنا أقول صلاة خفيفة، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف صلاته؟ ليس لك إلا أن تقول نعم. ليش؟ لأنه كان يأمر بالتخفيف، فلن يأمر بشيء ويخالفه. نعم، كان يخفف صلاته صلى الله عليه وسلم. طيب إيش كان يقرأ؟ المرسلات والصافات والقمر وقاف. ها، إذن هذا هو التخفيف. طيب هل هذا خفيف؟ نقول نعم، لأنه كان يمكن أن تكون القراءة أطول من هذا. خفيف بالنسبة إلى البقرة وآل عمران والنساء، كان يقرأ بالصافات ويكتفي بها، ويقرأ في الفجر 60 إلى 100 آية. لكنه لما كان يصلي الليل وحده ويأتي بعض أصحابه فيدخل معه، يرى التطويل الذي كان يقول فيه: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ماذا وجد؟ وجده يقرأ البقرة كاملة، ثم النساء كاملة، ثم آل عمران كاملة في ركعة. أليست الصافات قصيرة؟ قصيرة جدا وخفيفة جدا بالنسبة إلى هذا التطويل. إذن هذا هو الحكم، هذا هو المعيار. ابن عمر رضي الله عنه يقول: يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. قال: في القراءة بالصافات من التخفيف، تخفيف بالنسبة إلى أطول منها. هذا الهدي النبوي هو الذي كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، وهو الحاكم. وتأتي مسألتنا المهمة اليوم التي نتحدث عنها ويهتم لها الآئمة والمأمومون، وتكون حولها أحاديث الصلوات المساجد. ما الذي يفعله الآئمة؟ هل يعمدون إلى هذه المقادير فيقرأ أحدهم بسورة قاف في ركعة، والقمر في ركعة، أو الصافات، أو سورة المرسلات؟ وهذا في الغالب مدعاة إلى انزعاج بعض المصلين ومطالبتهم بالتخفيف. فيسأل كثير من الآئمة اليوم: هل أطبق السنة بمثل هذه المقادير والسور التي ثبتت في الروايات الصحيحة فأقرأ بها؟ ولو كان في ذلك نفرة لأهل المسجد وانزعاج وشتات وصخب وشيء من الفرقة، أو أتخلى عن السنة وأعمد إلى التخفيف الذي اعتاد عليه الناس، تخفيفا قصيرا لا تتجاوز الصلاة بقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها في 4 ركعات، لا تتجاوز 5 دقائق 7 دقائق، وإذا طالت عن ذلك تكون تطويلا. فما الضابط في هذا؟ قبل هذا، إذا تأملنا الروايات ووجدنا ما فيها، نعود إلى قصة معاذ وأبي بن كعب رضي الله عنهما، ومرت معنا ليلة الجمعة الماضية. في حديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فأتى ليلة ورجع فصلى بقومه فافتتح سورة البقرة. في رواية في الصحيح قال: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف.
يعني قطع صلاته مع معاذ رضي الله عنه وأتم الصلاة وحده وانصرف، فقالوا له أنافقت يا فلان؟ فقال لا والله، ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. ما الذي أزعجه؟ اتهامه بالنفاق، وإلا فالصلاة قد قطعها وأتم صلاته وحده وانصرف. أزعجه أن يتهم بالنفاق، فقال والله لا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار. من واضح؟ الإبل التي يستقى عليها الماء، أصحاب مزارع، أصحاب المزارع يعملون من الصباح الباكر فهم بحاجة إلى الوقت. قال نحن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى، يعني تأخر علينا لأنه صلى معك فأتانا متأخرا، ومع هذا التأخير افتتح سورة البقرة. فقال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. في رواية اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. في رواية عند البخاري فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق. وفي بعض الروايات لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ قال الشراح غضبه عليه لم يكن لتطويل الصلاة فحسب، بل لفتنة كادت أن تكون باتهامه رجلا من أهل الإيمان بالنفاق بناء على موقف ليس شاهدا ولا دليلا كافيا على اتهام امرئ في دينه بأمر داخل قلبه لا يطلع عليه إلا الله، فغضب عليه الصلاة والسلام ثم وجهه بالتوجيه الذي سمعت. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قصة معاذ في أي صلاة؟ العشاء. وهذا قال في صلاة الصبح. قال ابن حجر رحمه الله أخطأ من فسر الرجل في هذه الرواية بأنه معاذ، بل هو أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وفي رواية عن أبي هريرة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. أما حديث مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أم قومك، إلى أن قال في آخر الحديث ثم قال فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم. أنس رضي الله عنه وقد ساق المصنف هنا روايته قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجز في الصلاة ويتم، وفي رواية ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. رفيق عليه الصلاة والسلام، رؤوف بأمته، رحيم، فيحمل في الصلاة هم الأم التي تسمع بكاء صبيها فيخفف لأجلها الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحاديث ومثلها بنى عليها الفقهاء فقه المسألة، ما الذي يشرع للإمام فعله؟ ما السنة للإمام؟ السنة للإمام أن يعمد إلى تطبيق السنة ما استطاع، وفي طريق تطبيقه للسنة أمور ثلاثة يحسن به أن يعملها ليتأتى له تطبيق السنة على التمام. أولها تعليم المأمومين وتفقيه المصلين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني ما السنة حتى أحبها، فإذا علمتها حاولت أن أطوع نفسي للانقياد إليها وتقبلها، لكن أن أجد نفسي أمام صفة في الصلاة ما عهدتها، خصوصا مع تطاول الزمان وتباعد الناس عن السنة، فلا يأتين إمام ويؤم بأهل مسجده فيقرأ هذه المقادير الطوال في الصلوات
فإذا طلبه أهل المسجد التخفيف قال لهم: يا قوم، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن أراد فأهلا وسهلا، وإلا فليبحث عن مسجد آخر. ما هكذا يعلم الناس السنة، خصوصا مع بعد العهد عن السنة. فهذه خطوة ومرتبة يحتاج إليه الأئمة في تفقيه الناس وتعليمهم بسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة. الأمر الثاني الذي يحتاج إليه الأئمة أن نصل ونبلغ إلى مقاصد وحكم هذه السنة. يعني السؤال: ليش كان يطيل عليه الصلاة والسلام القراءة في الصلاة؟ لأنه كان يفقه معنى ما يقرأ عليه الصلاة والسلام، وأصحابه من خلفه يفقهون ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. يقول جبير بن مطعم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة المغرب بسورة الطور، فكاد قلبي ينخلع وهو يسمع قراءة ندية فيها تنزيل للآيات، وفيها قراءة يقف بها المسلم على فقه كلام الله جل وعلا. وكم كان الصحابة يسمعون قراءته عليه الصلاة والسلام فيدخل الإيمان إلى قلوبهم. فهذه أيضا من المراتب التي نحتاج إلى تحقيقها في أنفسنا وفي الناس من حولنا. فقه معاني كلام الله، فهم الآيات والسور، هي خير عون على أن نقرأ هذه المقادير في الصلاة، فتأنس لها النفوس وتستجيب لها القلوب. مر بكم يا كرام حديث أم حكيم أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة قاف في خطبة الجمعة، بل قالت: ما حفظتها إلا من فيه، مما كان يكثر قولها في خطبة الجمعة. وتقدمت الإشارة: هل يشرع اليوم لخطيب أن يقتصر على قراءة سورة قاف على المنبر فينزل؟ اليوم لو فعل هذا ما حقق المقصد من الخطبة ولا الحكمة المشروعة لأجلها: تعليم الناس، توجيههم، إرشادهم، وعظ قلوبهم. اليوم ونحن عرب لا نكاد نفهم من الآيات قدرا كبيرا من الكلمات والجمل، فالاقتصار على مجرد قراءة الآيات والسور لا يحقق المقصد والحكمة التي من أجلها جاءت تلك السنن. كذلك الشأن في تطويل القراءة في الصلاة، فهذا أيضا مما يحتاج إليه الأئمة والمأمومون. وأما الثالث فالتواصي بالسنة والتدرج في تطبيقها، وهذا من الحكمة ومن فقه الإمام بمسجده وأهل مسجده أن يتدرج بهم في تطبيق السنن، أن يصبر على ذلك، أن يعلمهم حتى يبلغ يوما أن يكونوا هم من يطالب الإمام بتطويل الصلاة شيئا ما. فإذا قصرها قالوا: رحمك الله، هل لا أطلت؟ قصرت بنا اليوم، فلو لعلك تطيل بنا غدا أو تقرأ بنا سورة كذا وكذا. هذا من الحكمة، خصوصا كما قلت قبل قليل مع تباعد العهد بالسنن وبعد الناس عنها وإلفهم على الاختصار والتقصير والتخفيف الذي تجاوز التخفيف إلى حد الإسراع، مما قد يخل بالطمأنينة في الصلاة. وما زال في كل مسجد وفي كل حي وفي كل بلد أهل مسجد مصلون لكنهم متخففون مسرعون، ما يزال هذا. فهذا لن يسلم منه مسجد ولا حي ولا بلد. بل حتى في حديث ذي اليدين رضي الله عنه في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: فلما سلم من ركعتين من صلاة العصر قال: خرجت السرعان من أبواب المسجد. قالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، صلوا ركعتين وخرجوا. هذا الوصف من المسرعين في الخروج من المساجد في الصلاة موجود في كل زمان ومكان، فلا ينبغي الحط عليهم. من حكمة الإمام يا كرام أن يراعي المكان الذي يؤم فيه الناس. هل هو مسجد سوق؟ هل هو مسجد مشفى يقصده المرضى وذويهم والمترددون على الأطباء؟ هل هو مسجد مطار ومحطة قطار؟ المصلي معك وقلبه مع النداء الأخير الذي سيعلن عنه إغلاق البوابات، فمن يصلي بهم سورة المرسلات أو الصافات سيقطع الصلاة كما فعل صاحب معاذ رضي الله عنه. هذا من الحكمة أيضا، مراعاة الوقت والمكان والزمان. هل تخالف السنة في بعض المواضع؟ لن تكون مخالفة، بل هي السنة. كان عليه الصلاة والسلام في أسفاره يخفف الصلوات، ما كان يقرأ في الفجر والمغرب والعشاء في السفر كما كان يقرأ بها في الحضر. ودل على ذلك الأحاديث التي مرت بنا ليلة الجمعة الماضية، كان يخفف الصلوات في السفر
إذن كان يراعي صلى الله عليه وسلم الحكمة. أيضاً مر بكم قبل قليل: فإني أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأتجوز بها، من أجل سماعه بكاء الصبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع كل ذلك فقد اختلف العلماء في ضابط التخفيف، منها أن التخفيف ليس له ضابط معين بل هو أمر نسبي، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. ومن أسباب الاختلاف في نسبية الطول والقصر قراءة الآئمة أنفسهم يا كرام، فإن من الآئمة من صوته ندي وقراءته سلسة وعذبة، فإذا قرأ بأهل مسجده الصفحة والثنتين والثلاث ما شعروا بطول ولا تضجر. ومن الآئمة من هو ثقيل القراءة بطيئها، فلذلك أثر أيضا في تطويل القراءة أو تخفيفها على أسماع المصلين وعلى نفوسهم. ومن ضابط ذلك أيضا مراعاة الحال كما تقدم. ومن أهل العلم من قال: بل ضابط التخفيف ما ثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله لعثمان بن أبي العاص: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. فما هو مناسب لأضعفهم حالا هو ضابط التخفيف المنشود الذي يكون سنة في حق الإمام في ذلك المسجد. وعلى كل حال، مهما أراد إمام التخفيف في الصلاة بأهل مسجده فلا يسوغ ولا يجوز أن يبلغ بها التخفيف حدا يسرع في الصلاة فيخل بأركانها. فكما أن التطويل المشق على المأمومين غير مطلوب، فالتخفيف الذي ينافي المقصود أيضا غير مراد. ومراعاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مقادير القراءة وفي أحوال المصلين والأوقات التي تكون فيها الصلوات، كل ذلك من فقه ما يحتاج إليه الأئمة والمأمومون. وأما ما نتواصى به جميعا يا أهل الإسلام، أمر واحد فقط: تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصرنا في تطبيقها تبقى السنة في نفوسنا معظمة. فمن رأيناه يعمل بها قلنا له: طبت وبيض الله وجهك ورفع الله قدرك. لكن لا نلوم أحدا على حب السنة وتطبيقها إذا عجزنا نحن وعشنا في تقصيرها، والله المستعان. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين في الصلوات سورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. يعني لا يخصص صلاة بسورة معينة أبدا. لا تقول هذه السورة خاصة بصلاة الفجر وتلك بالظهر أو العصر، قال إلا الجمعة والعيدين على ما تقدم: سبح والغاشية، أو اقتربت وقاف، أو الجمعة والمنافقون. ما عدا المجامع الكبيرة كالجمع والأعياد فلم يكن يخص صلاة بسورة بعينها لا يقرأ إلا بها. إلا ما تقدم في السنن مثل فجر الجمعة يقرأ بألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. نعم، هذا المقصود في الهدي النبوي أنه قرأ من جميع السور، قال: ما من المفصل سورة. قلنا: ما المفصل؟ من سورة قاف إلى الناس، وهذا عدد كبير من السور يتجاوز في مجموعه نصف عدد سور القرآن الكريم. قل: ما من فصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعته يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة. ما يزال في الفصل بقية وتتمة نأتي عليها في مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى، وما يزال في جمعتنا ليلتها وغدها أيضا متسع لمزيد من كسب الأجر وصلاة ربنا علينا بالاستكثار من صلاتنا وسلامنا على الهادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر لسانك في ثوان واغتنم أجرا سيبقى خالدا طول المدى. صلوا على المختار، إن صلاتكم يا أمة المختار أنوار الهدى. اللهم صل وسلم وبارك
على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد بن عبد الله، أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بالصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا غدا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخوتنا المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء، في فلسطين والسودان وفي كل بلاد الإسلام، إله الحق يا سميع الدعاء، احفظ عليهم أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، واكفنا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.